في إطار تطوير الخدمات الصحية وفق مفهوم طب العائلة، قامت وزارة الصحة مؤخرا بطرح برنامج اختر طبيبك الذي يهدف إلى زيادة عدد المستفيدين من الخدمات الصحية. نعم، فهذا البرنامج والذي تم تطبيقه بشكل تجريبي في عام 2018 ساهم في الكشف عن العديد من الأمراض، وبالتالي أدت إلى سرعة حصولهم على المناسب، خصوصا وأن التعامل مع طبيب واحد سيعد خطوة جيدة، حيث سيكون على معرفة تامة بحالة المريض واحتياجاته الصحية. اختر طبيبك برنامج صحي متكامل تم تطبيقه من أجل خدمة المستفيدين من الخدمات الصحية بشكل أفضل، كون المريض يتعامل مع الطبيب المفضل ما يحقق أريحية تامة ومتابعة دقيقة لحالة المريض، خصوصا وأن الرعاية الصحية الأولية هي الخطوة الأولى في التعرف على المرض وسرعة علاجه. طبعا برنامج اختر طبيبك يأتي تماشيا مع أهداف الخطة الوطنية للصحة التي أقرها مجلس الوزراء الموقر، وأيضا يعتبر من ضمن الأساس عناصر الأساسية الداعمة لنظام الضمان الصحي ومشروع التسيير الذاتي لمراكز الرعاية الصحية الأولية، بحيث أن هناك بيكون في حرية للفرد وعائلته لاختيار طبيب العائلة الخاص بهم، وبالتالي يسهم ذلك في تقديم خدمات صحية متكاملة ومستدامة، وأيضا تعزيز الخدمات الصحية الوقائية وتعزيز خدمات الكشف المبكر عن الأمراض السرطانية والأمراض المزمنة. مع البدء في تطبيق برنامج اختر طبيبك سيتم توفير خدمة الرعاية العاجلة في المراكز الصحية الأولية، وهي خدمة مستحدثة تهدف إلى مباشرة الحالات العاجلة في مراكز الرعاية الصحية الأولية وفق نطاق وإطار الرعاية الصحية الأولية. راح يتم تحسين الخدمات عن طريق الفصل بين الخدمات الوقائية والعلاجية المقدمة للمستفيدين من برنامج اختر طبيبك عن الخدمات العلاجية للحالات العاجلة. هذه التجربة المتميزة التي بدأت وزارة الصحة العمل فيها منذ أبريل الماضي في 3 مراكز صحية، بعد أن قام المواطنون بالتسجيل إلكترونيا في هذا البرنامج، وهو ما أكد عليه عددا من المستفيدين من الخدمة بعدما حققت لهم استقرارا صحيا لتواصلهم بشكل مباشر مع طبيبهم المختص. خطوة إيجابية من الحكومة وزارة الصحة ان البرنامج هذي على اساس انه يتيح الفرصه حق الدكتور وحق المرضى، على اساس ان الدكتور يكون ثابت، مو كل مره يجي المريض يشرح حالته وعنده سجل وافي حق العائله كامله بالامراض المزمنه او الوراثيه اللي عند العائله نفسها، فبيكون الامر جدا جدا في غايه السهوله. البرنامج اللي دخلت وسجلت بالدكتور لأبي سهل علي التواصل معه، سهل علي دخولي حق الدكتور، حتى تواصلي معه ترى بالواتساب لانه هو يعرف حالتي من اي تو زد يعني، فاي وقت ابغي اشوف الاوقات اللي هو موجود فيها واي للمستشفى. برنامج وايد مفيد حق المرضى، خاصة الوالد والوالدة اللي يقدرون يسجلون ويختارون الطبيب اللي يتابع حالتهم لمدة سنة كاملة ويكون مطلع على حالتهم أول بأول. هذا البرنامج يأتي تماشيا مع الأهداف التي وضعتها الخطة الوطنية للصحة 2016-2025 والتي أقرها مجلس الوزراء الموقر بهدف تطوير الهيكل المؤسسي الصحي ليمتاز بالتنافسية والجودة العالية. يعد هذا البرنامج عنصر أساسي ضمن العناصر الأساسية الداعمة لنظام الضمان الصحي، والذي يسعى إلى توفير علاقة بين الطبيب والأسرة، وهو ما يتماشى مع المعايير العالمية للعلاج لتحسين جودة الخدمات المقدمة وفق نهج الرعاية الصحية الأولية في البحرين. خولة الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.